ده ايه ده؟ معقول ده ايه ده؟ اهلا. بحسبك صديق لي منتظره. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا. اهلا بيك. اتفضل. على فكره عندي احساس معرفش ليه. ده ايه ده؟ كتبك؟ ده كتب كريم اكيد. مش مريم يعني؟ كريم مره من هنا. ها. عندي احساس معرفش ليه انك انت رياضي متخفي في ثياب ممثل. هو اكيد الحركه بتيجي قبل الموهبه العقليه يعني. فكنت غاوي رياضه من صغري. على فكره انا محصن ضد الجديه بتاعتك. انا عاوز اشوفك بتضحك دايما. لا. عندي احساس انك جد قوي يا محمد. ما هو احنا هنعمل زي النقاد برضو لما بيقولوا العمل الجد ويفتكروا انه جد يبقى غيتة. لا انت جد في حياتك. لا. انا طبيعي بس مختلف عن الشخصيات اللي لعبتها تماما. دي مشكله بتصادفني بالنسبه حتى للجمهور اللي يعني. انت قول انت بيني وبينك انت هنا بتعمل نكت في البيت هنا؟ بجد شويه. يعني في لا صحيح. طب انت لعبت في حياتك كوره؟ لعبت كوره. انا عديت على كل انواع الرياضه تحمسا مني ونفسي احقق حاجه. فدخلت في فرق المدارس اللي كنت فيها. افشلت فرق كتير. افشلت؟ كنت بتقف ايه؟ فلعبت كره قدم. لعبت حارس مرمى. حارس مرمى؟ واخترته بالذات يعني. كان دايما التلامذه يكرهوا قوي انهم يبقوا حارس مرمى. كم جون صديته في حياتك؟ انا صديت ضربتين جزاء ودول اللي عملوا لي سمعه جامده هايله. اتنين؟ وده كان سبب لازمتي بعد كده. لان خدوا عني فكره. والباقي؟ لا كله في الشبكه جوه. يعني تمرح الكره داخل الشبكه زي ما هي عايزه. يعني عارف ايه؟ طول عمري نفسي اسال واحد من بتوع حراس المرمى ايه شعورك لما الكوره تدخل المرمى وتستريح جوه المرمى؟ نفسي اعرف الاحساس ده. ربنا ما يوريك. ليه؟ يعني هو انا اقدر اعبر عنه مسرحيا يعني. ساعات الممثل يجي على المسرح ويقول فيه يعني مؤثر مضحك او كوميدي يعني المفروض الناس تضحك ومتفائل بيه فما ياخدش في الصلاه بنسميه ما ياخدش يعني الناس ما تنفعلش ولا تضحك خالص. ايه شعورك لما يحصل كده؟ لا بيبقى شيء محبط جدا جدا جدا. زي لو واحد اتوب يعني زي النسيم. حاجه عدت وما حدش خد باله. طب الكوره وانت تضح انك انت صديت ضربتين جزاء والباقي كله اجوان. اجوان. بيسموه في ايه؟ يقولوا في تعبير كده مخصوص الاجوان يقول لك في الطراوه. في الطراوه. ده تعبير. معناها كده حارس المرمى ده في الطراوه. يعني هو في ناحيه جسمه في ناحيه والكره في ناحيه. طب ليه عندي الشعور ان جسمك ولياقتك البدنيه الشديده معناها زي ما تكون لعبت مثلا مصارعه ملاكمه؟ عندي شعور كده يعني. انا لا اخفي عليك وربنا يقلل من فضايح. لا ما تخفيش. ان انا لعبت مصارعه وملاكمه الاثنين. وكان يمكن احساس مني لجسمي الضئيل ان انا عايز اقهر ده جوايا يعني. فلعبت مصارعه وما كملتش هي مره. ليه؟ خلاص الاسباب اكيد انت استشفيتها يعني. ما انا عايزك تبوح. الملاكمه اتمرنت كتير جدا بس حبيت اللعبه جدا. كنت يعني معتبرها انها اقل قسوه. وري ايدك كده. لا. هو الملاكم ليه طبيعه في الايد؟ اكيد يعني. انا في راجل موسيقي لما شاف صوابعي حبها قوي قال لي لازم تعزف كمان. انت صوابعك وانت فعلا يعني هذه النصيحه خدت بيها؟ عزفت كمانجة وقال لي ان دي صوابعك لازم. استاذ صبحي انت ما عملتش ايه؟ انا كل حاجه. انا انت جربت كل شيء. انا طالع لابني كريم والله. فعلا مش هو اللي طالع لي. يظهر مساله الوراثه دي مش مساله جسمانيه. التجربه عندك اساس في حياتك. كريم كذلك يعني. إيه؟ عايز يعمل كل حاجه. عايز يجرب كل الالعاب. عايز يجرب كل شيء يعني. وعزفت كمانجا؟ عزفت كمانجا وطلعت الثاني على مستوى المدارس الاعدادي على بطوله الجمهوريه. طلعت الثاني وزعلت جدا. وخدت منها موقف واتجهت للتمثيل. صوتك كويس؟ كمطرب. هي دي الحاجه الوحيده اللي احترمت نفسي فيها. يعني دي. طيب هقول لك على ملاحظه غريبه قوي. هقول لك على ملاحظه غريبه قوي. انا لاحظت انك وانت يعني من ساعه ما دخلت انا عندك الشقه. اولا طبعا انت ساكن في اخر الدنيا. فانا خدت وقت طويل لغايه ما عبرت الى قارتك. جايب معاك باسبور وحاجات. على فكره انا بيحصل لي سعاده لما اقول حاجه وتضحكك. شعور شخصي.
بس ان انا اضحك نجم كوميدي. المساله طبيعيه لان هو المفروض احنا بنقول برضه كتمثيل كوميدي انك كل ما تكون طبيعي اكيد هتوصلني. طب بسمة الطبيعية بقى. انا بلاحظ عليك ان جسمك زي ما بشوفك في المسرح بلاحظ انك عندك قدرة انك تقع. يعني انا دلوقتي مثلا لو قالوا لي كممثل اقع في احتمال ان انا اروح بالليل عند دكتور العظام. انا بشوفك بتقع على المسرح يا استاذ صبحي. وعمري ما حسيت انك تاني يوم مثلا كتب في الجرايد انك يعني لا قدر الله رحت عند دكتور عظام عالجت حاجه. ايه الحكمه؟ هي برضه دي ملحوظه. ده في تريكس يعني؟ لا في خدع؟ لا مش مساله خدع، هي مساله توظيف. كل انسان بيبقى عارف حجم جسمه ووزنه ومركز. وزنك كام؟ مركز الاتزان. وزنك كام؟ انا قعدت فتره لغايه من سنتين فاتوا لا ازيد عن 63.5. كويس. حاليا وصلت ل 66.5 بقالي سنتين وما بتزحزحش عنهم برضه. ففي الممثل بيعرف فين مركز الاتزان بتاعه. السقطات لها فن، لها حرفيه. طب اسمع، تعرف زمان كانوا في المدارس يقولوا لك ايه؟ يقول لك ايه؟ وضح كلامك بالرسم. انا عايز اقول لك وضح كلامك بالحركه. افرض دلوقتي وانت قاعد معايا دلوقتي انك تلقيت رصاصه جايه من بعيد. انا شخصيا بشكل آلي تلقائي. بس انت مؤمن هعمل حركه آليه تذكى يعني؟ لا هو انت مؤمن معايا بان برضو التمثيل لا يستحضر. تمام. فانا مش هقدر اعمله قدامك. انما اقدر انقل لك التوضيح ده بان الرصاصه في الراس غير الرصاصه في الكعب غير الرصاصه في الكتف. بيبقى لها معطيات للسقطات. يعني لما باخد مثلا خنجر في التمثيل او في الكلاسيكيات مثلا السيف لما بتبقى الطعنه في الجنب اليمين او في الجنب اليسار او في الكتف او في الرقبه وبسقط او مطلوب مني او المخرج طلب مني ان انا اقع. مش مطلوب من المخرج يقول لي اقع ازاي، المفروض يبقى عنده درايه انه ما اقعش وقعه ممكن تضرني. بس انا فاكر برضو في الجوكر حكايه ايوب لما يركب فوق العصايه ويطلع بجسمه كله، دي محتاجه تدريب. في نفس الوقت لو وقعت ممكن اقع على منطقة ممكن العمود الفقري أو الرجلين يحصل فيها كسر. أنت دارس تشريح؟ أكيد تعرفت على مناطق معظم مناطق الجسد التشريحية. فالركب السقطات على الركب، أنا بقع على الركب كتير على المسرح. بقع على وشي يعني بالجسم كله كمركز اتزان وقع مرة واحدة. كل دي محتاجه سرعه خاطفه من الجسم. ده الناس بتشفق عليك، هي تعتقد ان ده متعب. لكن انت بتعتبرها ايه؟ انا بعتبرها لا بعتبرها معرفه لقدرات جسمي. ومعرفه معرفه للمركز الاتزان فين، فما بيحصلش. على فكره كنت عايز اقول لك انت ساكن في الدور الاول ليه؟ انا بسال الناس اللي جنبك بقول لهم ايه هو ساكن في الدور الاخير، قالوا اخير ايه؟ في الاول. يعني انا مثلا فاكر استاذ عبد الوهاب يمكن لاسباب شخصيه صحيه ساكن في الدور الثالث. فاتن حمامه ساكنه في الدور ال 12. لا لا محرم فؤاد ساكن في الدور ال 11. لا 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 دي ارقام. عبد الحليم حافظ ساكن في الدور التاسع. انا ممكن اترعب وانت بتقولها لي يعني. ليه؟ انا بخاف من المناطق المرتفعه جدا. انت عندك معاناه من النظر من الادوار العليا؟ بتعب. ولذلك اخترت الدور الاول. مش النظر، لمجرد ان انا قاعد بعيد وشايف حد بيبص من شباك. حتى ده في حد ذاته يقلقك؟ يتعبني يعني. في حادثه في حياتك؟ انا برجعها طبعا لحدث انا شفت حد بيسقط من دور مرتفع كنت صغير يعني. وظلت في نفسك راقده؟ احتمال تكون موجوده. رغم ان انا لسه الشهر اللي فات في فيلم طلب مني دوبلير يقوم بلقطه ان انا بطلع ونش بيشيلني بالبنش بتاعه من البلطرون من ورا. طب عملت ايه؟ 45 متر. فهنا كان الصراع النفسي بقى ان انا رافض ان يكون في دوبلير ليا وعايز اعمل لقطه بنفسي في نفس الوقت. فهي دي اللحظه الوحيده اللي تغلبت فيها روح الفنيه يعني. ان انا على فكره انا لما جيت اعمل دراسه عنك قبل ما اجي لك لقيت في الكلام المكتوب عنك في الدوسيهات ان اسمك بالكامل محمد محمود صبح. بس محمد محمود محمد صبح. انا شغل ماسك البركه ليه؟ انا كنت عايز اسالك ما انت مش مديني فرصه اسالك فعلا. ما اعرفش انت شايل النضاره ليه؟ ما انا كنت عايز حاجتين، كنت عايز احط النضاره وكنت عايز اشرب قهوه.
عايز قهوه. كويس ان انا كمان مش شفتش. شباب حضرتك التليفون ده كريم. ده كريم. ده ولي العهد. ولي العهد. طب شوف التليفون. طيب ايه يا كريم؟ عندك كم سنه يا كريم؟ سوري. عندي اتفضل. تم 10. ها؟ هتم 10 في مدرسه ايه؟ جري سكول. عايز اسالك سؤال وبابا مش موجود. مين اللي بيضحكك في نجوم المسرح غير محمد صبحي؟ مش هقوله بس بصراحه. جميل راتب وعادل امام. مين اللي قبل التاني؟ جميل راتب. قبل عادل امام؟ طب مين اللي بيمثل كوميدي على المسرح وعمره ما يضحكك؟ يعني تبقى متجهم. فاهم متجهم يعني ايه؟ يعني ايه متجهم؟ الحين ما اعرفش. يعني تبقى قاعد ساكت مكشر كده. خليها مكشر. مين اللي يمثل كوميدي وانت تبقى مكشر قدامه؟ بصراحه ما اعرفش. طيب مين اجمل ممثله في السينما؟ هناء الشربجي. انت مكسوف؟ لا. هناء الشربجي. ممثله كويسه؟ ممثله كويسه. هل انت عندك امل انك في يوم من الايام تبقى ممثل؟ يعني انا لما بشوف بابا. انا عندي معلومات تسمح لي اقولها لك؟ عندي معلومات انك انت مره وقفت في نادي من النوادي وقلت انا همسح محمد صبحي. ده صح. ده صحيح؟ انا سعيد بشجاعتك. يعني ايه تمسحه؟ طب تقدر تمسحه ازاي؟ في الباتيناج مثلا. في الباتيناج؟ يعني انت تخش معاهم وراه في الباتيناج؟ وتهزمه؟ بيقول لي بابا انك ان هو بيقلدك بالظبط. انك انت بتحب تجرب كل حاجه زي ايه؟ اجرب ملاكمه مثلا. ملاكمه. انت ليك في التمثيل؟ يعني مش قوي. طب تسمح لي اقول لك شويه ملاحظات تعملها؟ ممكن؟ ماشي. اديني احساس بوشك انك شرير. انك هتعمل جريمه. برافو عليك. طيب. لا طب ليه؟ طب ما تكملها سيبها شويه. سيبها. اديني احساس بالشر. ده مش شر ده. ده مش شر ده. ده مش شر ده ظرف. وانت اول ما تقتل المذيع. اول ما تقتل المذيع. طيب اديني احساس بانك بتفكر تفكير عميق. مش عارف يعني تبقى ازاي. ما اترك لك. انت الممثل وانت المخرج. مش كده مثلا. كده ازاي بتعمل ازاي؟ بتبقى واخد كسل وكده مثلا. يا سلام. خليك يعني انت كده بتفكر. طب وانت بتذاكر ازاي؟ يعني لما اجي احفظ بقعد كده. لما باجي اكتب اعمل كده. ما اعرفش اقعد وانا بكتب الا قليل قوي. بتختلف مع بابا في ايه؟ يعني قول لي اخر مره عاقبك. عاقبني؟ انا بسالك كل الاسئله اللي مش هقدر اسالها لك وهو موجود جنبك. هو اخر مره عاقبني كان ايه؟ كان ايه السبب؟ كنت يعني عليت صوتي على مريم اختي. كانت ايه الحكايه بالظبط؟ هي بتضايقني وانا بضايقها. هي عندها كم سنه؟ هي عندها سته. ستة. وانت عندك كام؟ وانت عندك 10. انا هتم 10. طب انت حاسس انك راجل؟ هل من الرجوله انك انت تعلي صوتك على طفل عندها 6 سنين؟ يعني حضرتك لما واحد يجي يعني يضايقك. يعني لكل شخص هيحصل كده. اللي هيضايق حضرتك ده صغير ولا كبير؟ صغير. اسيبه؟ لا بس حضرتك ما ترضاش ان واحده اصغر منك او واحد اصغر منك بكذا سنه يجي يرفع صوته عليك. وهي رفعت صوتها عليك؟ طب انت اكبر منها. صح. ايه رايك؟ يبقى بابا صح؟ بابا صح. قول لي يا كريم، انت تفتكر انه انت فخور بباباك؟ اسمك في المدرسه ايه؟ كريم محمد صبحي ولا كريم صبحي؟ لا هما ساعات المدرسين كلهم يقولوا لي يا محمد. يقول لك انت محمد؟ يعني ايه يا محمد؟ لكن انت اسمك ايه؟ كريم. بس هم ما اعرفش ليه بيقولوا اللفظ ده. لكن يعني ما احبش حد يناديني باسم بابايا يعني كده تبقى مش ممتعه. صح معاك فعلا مش ممتعه. ليه طيب؟ لان انت عايز اللي يناديلك عشان شخصيتك انت.
مش عشان شخصيه ابوك صح؟ لا وبعدين يعني بتضايق الواحد. ازاي؟ قول لي امتى اتضايقت؟ يعني مثلا الميس بتقول لي يا محمد يا صبحي كده دايما يقولوا لي كده ما اعرفش ليه. المفروض يقول لك يا كريم. هل انت بتزعلك شويه شهره ابوك عليك؟ لا مش فاهم. يعني هل انت بتزعل ان الناس تحبك او تحترمك عشان انت ابن فنان كبير؟ لا يعني انا احب الناس تحترمني لان انا يعني شخصيه مستقله. لا احب الناس تحترمني وانا يعني محترم نفسي مش عشان بابايا محمد صبحي يبقى خلاص.